زعلوا انه مثلا يطلع رئيس نادي الزمالك يقول الزمالك اكبر قلعه انا رياضيه؟ هحكي لك القصه عشان اريحك، القصه اللي انت احكي بتقول لي. عليها الجدل. انا اولا انا يعني كابتن حسين لبيب انا بعزه على صعيد الشخصي جدا، وراجل محترم جدا جدا ماشي. جدا يعني، ومجلس اداره كله يعني، والاهلاويه والزملكاويه في الاخر يعني احنا كلنا في عائلاتنا في زملكاويه واصحابنا القريبين، ويعني موضوع انا برضو لما بشوف التنحر الزياده ده نعم بقى جديد بسبب السوشيال ميديا يعني. بس نعم ماشي، انا بعد الماتش بدا يحصل تصريحات كلها فيها بحس فيها مبالغه، فانا جالي التصريح بتاع كابتن حسين مكتوب فيه الزمالك اكبر قلعه رياضيه، واللي يقول غير كده ما بيفهمش، واللي يقول غير كده مش عارف انا استبعده من الوسط نعم الرياضي. فانا عارف ان هو قال الزمالك اكبر قلعه رياضيه ده من زمان على فكره، وقال كده من زمان، بس انا افتكرت بقيه البتاع التصريح بقيه التصريح مبالغه، لان برضو حد بعت لي ناصر منسي قال انا هدفي مش عارف اغلى من هدف قفشه، قلت ماشي، وانا افضل من هالاند وليفاندوفسكي، فاكيد قلت ما قالش كده. برضه حد بعت لي حاجه لاحمد دكتور احمد سليمان ان هو مش عارف نصر الزمالك مهم وزي انتصارات اكتوبر، فقلت نعم برضه اكيد هو ما قال الجزء الاولاني بس قلت ما قالش الجزء المبالغات الثاني. المعتادة يعني. فانا بعد الماتش بتاع اليد كنت بهزر، فدخلت كتبت مش احنا مش عارف اكبر قلعه كره يد في العالم، ويقول كده ما يفهمش في العاب الصالات، على اساس ان انا وما قالش الحته الثانيه، وبعدين عدلتها وقلت ايه اضيف حته كمان اللي مش عارف اللي هيقول غير كده ياخد ايقاف دقيقتين. فبعدين بعد شويه لقيت حد بيقول انت ليه بس بتكتب كده، ده هو ايه ده؟ قلت له هو ايه المشكله وما قالش ما قالش كده؟ قال لي لا ده قال، وراح باعت لي الفيديو. بعدين بقى لقيت ان رحت شايل الكلمتين دول، نعم دخلت لقيت بقى الناس كلها واخده ان انا عدلت البوست مش عارف 4 مرات ولا 5 مرات والحق مش عارف ايه، رحت داخل كاتب ان انا يا جماعه والله انا كنت فاكر ان الموضوع متفبرك، سكرين شوت كل واحد كاتب اي حاجه وخلاص، بس رحت شلت البتاع وكتبت الكلمتين دول. طيب اللي عايز يقول عن نفسه اكبر مبروك يعني، كل واحد تمام حر. مبروك 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 عليهم اللقب، ونعمل حفله وناخد ورد ونروح نبارك. احنا عايزين بطولات وعايزين القاب، هم نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه ونادي القرن الحقيقي وتمام 100 100، وربنا يوفقهم في الالقاب، هم جمهور الزمالك بيعرفوا يتبسطوا تمام والله يعني، دي حاجه ربنا يبارك لهم، هم اصحابنا وقرايبنا وحبايبنا وكل حاجه، بس احنا عايزين بقى نقفل على نفسنا، طيب اكبر قلعه ولا مش اكبر قلعه، خلينا احنا نركز في اللي احنا فيه. انت